ينزلوا يقروا الدستور ويقيموه وما يسمعوش كلام حد، يعني يقول له الدستور ده كل بيقول لا، مع كله ينزل يقول لا، في الاخر يكتشف ان هو الناس الثانيه قايلين اه والكلام ده. لا، انت اقرا بنفسك وقيم واعرف دستورك، والماده اللي انت مش فاهمها اسال فيها، والماده اللي انت فاهمها اكد عليها وتاكد منها، وعشان ده لما تيجي تنزل